انا اسمي تامر مصطفى، محاسب، ساكن في اكتوبر في الحي الثالث. بحب الحيوانات جدا، خاصه القطط. بربي القطط الشرازي بيرشم من ساعه ما اتجوزت، يعني جبتها هديه زواج لمراتي، قعدت معانا اكتر 15 سنه. بعدين حبيت اجيب كلبه بس ما نفعش، فقلت اجيب بديل ليه حلو يعني. دورت لحد ما لقيت الفصيل ده، ده اسمه مين كون. ده قط جميل جدا، أليف جدا، متكامل، متناسق، طيب، معاملته مع الأطفال حلوة جدا، علاقته مع الحيوانات حلوة لدرجة ان هم مسمينه دوج اوف ذا كات، كلب القطط، يعني شخصيته عاملة زي الكلب فعلا. جميل، هادي، وقور في طبعه كده، مش مزعج، قوي جدا، تحمله حلو. قط جميل جدا يعني. انا وصل بيا العدد ان انا كان قاعد معايا في البيت وانا عندي اطفال صغيرين اكتر من 20 قطه، عمري ما حسيت بمشكله يعني. تخيل حضرتك الوضع يعني. القط ده اصلا قط اسمه مين كون. مين كون دي جايه من كلمه ولايه مين، والكون دي جايه لان الشكل ديله شكل الراكون، بس هو ملوش علاقه بالراكون طبعا، الراكون ده حيوان فصيل تاني. القط ده عباره بيندرج من قط تركي راح امريكا، اتهجم على القط الامريكي الامريكي وجي المين كون ده. القط ده بينتشر جدا جدا في امريكا، لكن المواصفات الاعلى والاجمل بتاعته بتنتشر في شرق اوروبا، في اوكرانيا تحديدا وروسيا. اجمل مواصفات واحلى مواصفات بتبقى في المنطقتين دول يعني. القط ده لما جبته انا دورت هنا، حاولت اشتريه من مصر طبعا ما لقيتش، كان موجود في يعني ويب سايت واحد او حاجات متفرقه جدا يعني بتاع اشخاص، ما عرفتش اجيب، فتواصلت مع ناس بره وقدرت الحمد لله ربنا كرمني وجبت شويه اصول محترمه، والاصل جاب اصل جاب اصل لحد ما الموضوع كبر، فتحول بقى من هوايه لبروجكت بقى يعني. انت احلى هوايه الهوايه اللي بتصفع نفسها يعني. والحمد لله ربنا وفقني وقدرت اعمل له اسم. الناس هنا عندها مذاق حلو في الحيوانات يعني. انت عشان تعمل تجيب فصيل زي ده في الظروف اللي جت فيها من سنه 2019، كان في ظروف كورونا وكده، والقط تكلفته عاليه مش واطيه يعني، يعتبر من اعلى التكاليف القطط عالميا واغلاها واثمنها قيمه، بس بصراحه يستاهل. وهو من القطط الغاليه قيمه ومنتشره، لان في قطط بتبقى غاليه لان هي ايه وايد شويه، موجوده في حتت معينه زي النرويجن فورست كات، ده قط ضخم برضه في النرويج، غالي لانه موجود في النرويج بس. متوسط سعر القط ده من بره، هي طبعا في مشكله في الاسعار، انك انت في جزء اسمه الشحن. الشحن ده لما بتيجي اي قط بتجيبه بشحن من بره، متوسط شحنه حوالي 1000 دولار او 1000 يورو حسب ما هتجيبه، ده لو هتجيبه من اوروبا يعني. اوكي، وده افضل طريقه تجيبه منه، بلس الجمارك والورق. طبعا في ناس بتجيبه معاه في شنط، بتبقى تكلفه الشحن اقل في حدود 300 دولار. مصر من الدول اللي بتطلب اوراق وتطعيمات، الكلام ده بجد، اوراق وتطعيمات جامد جدا، من الدول اللي بتطلب اوراق دي جامد جدا، عكس دول ثانيه. في دول تانية ما بتطلبش، بس مصر بيطلب. عندنا إدارة الحجر قوية بصراحة يعني. فعشان تجيبهم من بره غير تكلفة الشحن لازم يكون ورقك مظبوط. في ناس بتجيبه بطريقة أرخص، بتكلف حدود 300 دولار شحن بس، لو هجيب معاه في شنطة بس. طبعا ده بالنسبة لو واحد بيستورد أو واحد ما يعرفش حد جاي من بره، أو ما هتبقى قصة تانية. متوسط سعر القط ده بيختلف مش حسب اللون بتاعه، احنا بنتكلم على الأصل المسجل اللي هو ليه شجرة نسب اسمها بيديجري بيقولوا عليها. القطط دي كلها متسجله اتحاد الماني اسمه WCF، في ناديين في مصر هنا بس متسجلين اتحاد امريكي اسمه CFA. فبيبقى الرينج بتاع اسعاره بيتحرك المواصفات الكويسه زي اللي انا جايبها من 1000 دولار لحد يوصل ل 4000 دولار. ال 4000 دولار ده بيختلف حسب اللون على فكره. في الوان زي الشادو اللي هو السيلفر اللي عامل زي اللؤلؤي ده بيبقى غالي شويه، بيبقى غالي جدا كمان. ومع الوقت بيرخص يعني، كل ما بيغلى لون بيبتدي ينتشر ويرخص. فقيمه القط لما بيوصل هنا مش هتقل لو هجيبه شحن عن 30 35 الف جنيه مصري. طبعا الاسعار دي انت بتجيب بيها الاباء، بتفرخها هنا، بتبيع الابناء. الرينج بتاع الابناء يعني، احنا بدانا الاول في ناحيه تسويقيه، كنا بنتحرك مثلا في رينج مثلا من اول 5000 لغايه 10000 حسب اللون. بعد ما الانتاج بدا يعلى وبدات الالوان عندنا تزيد، الماكسيمم برايس اللي بنبيع بيه هنا ال 15000 من غير التسجيل. المين كون الحجم بتاعه بالنسبه للذكور، ذكور اكبر من الاناث، الحجم الذكور المتوسط بتاعها بيتحرك من 8 كيلو
7 كيلو ونص تحديدا لغايه 12 كيلو، ممكن تلاقي اعلى من كده لو معقم. الحجم ده بيوصله القط لما كمان نموه عند 4 سنين لـ5 سنين. القطط غالبا نموها بيكتمل 18 شهر، النقطه دي مهمه جدا. انت حتى الاحجام اللي هنشوفها دي دلوقتي ده ماكسيمم بتاع الاعمار اللي عنده 3 سنين، لسه هيكبر كمان سنتين ان شاء الله. الاناث بيبقى حجمها بيتحرك من 5 كيلو لحد 7.5 كيلو، واحيانا زي ليليا كده في طفرات بتبقى اعلى. عشان كده بينكم من القطط القليله جدا تلاقي دايما في طلب على الذكور اكتر من الاناث، دايما طلب في القطط على الاناث اكتر من الذكور، لان اللي عايز يشتري منكم عايز قط ضخم. في نقطه برضه انا عايز اقولها، الموضوع مش وزن. انت ممكن تجيب قط شيرازي عنده 8 كيلو، الموضوع حجم. العظمه قد ايه؟ الطول قد ايه؟ خدت بال حضرتك؟ انما حته التخن دي الوزن ده بناخدها كمعيار. في قط القطط المين كون في منها بيوصل لمتر وربع، وصل الحجم ده متر وربع، ودايما القطط لما تقيسها ما تقيسهاش من ارتفاع الارض، يعني حتى المين كون في المسابقات تلاقيه مبسوط بالعرض كده يبين لك طوله قد ايه. فلو تلاحظ هنا ممكن تلاقي قط ضخم جدا جدا بس ايه؟ تلاقيه واطع الارض، لكن لما ايه؟ تمسكه تلاقيه طويل، في المسابقات تلاقيه ماسك المين كون تحديدا كده من تحت الرجلين هنا تحت الباط ويفرده بحيث انه يبان. الطول ده بيوصل لمتر وربع، على فكره من القطط المعمره، اكبر قط معمر في العالم عنده 31 سنه مين كون على فكره. متوسط اعماره 16 سنه، هو بيقولوا 13، 16 سنه وفي كتير جدا منه بيعدي ال 20 سنه جدا. من ضمن القطط اللي بعتها كان قط اسمه ايس، ده ابن الذكر الاساسي بتاعي اللي هو اليكس. انا عندي ذكرين اساسيين في المزرعه، اسود قيصر مشهور في مصر بسيزر، وفي الكسندر ده الذكر الابيض. الكسندر مواصفاته ضخمه، مواصفات المين كون الحلوه، الودان تكون طويله، الوش ضخم، الفك ضخم، الكفين ضخمين. ده انا جوزته من مزرعه كان انتاجها كله محترم، لكن انا لما جوزته رحت جوزته جبت له انثى من مزرعه تانية خالص. فعملوا الاثنين طفره، الطفره دي اللي هو ايس ده كان الاب عنده 2.5 سنين، ده من اكبر الاباء اللي في المزرعه اللي انا جايبه هنا في اوكرانيا، وهي من اكبر المزارع اللي في اوكرانيا. الولد بسم الله ما شاء الله هو عنده 1.5 سنة تقريبا كان وصل لحجم والده باباه، باستثناء راس حجم الهيد لان ده موضوع عظمي اكثر يعني. ذكر ده انا لما بعته لتنزانيا، نزل شحن لكينيا طبعا، بعدين سافر حته بالبر كنت خايف عليه جدا، بس بعته لواحد موثوق منه قوي. الراجل اللي شحن ده بيشحن جميع انواع الحيوانات، يعني وشق، اسود، كلاب، قطط، جميع الانواع يعني، وبيجيب من اوكرانيا. هو اكد لي انه اكبر قط جابه ونزل في افريقيا هو ده، بيتجمعوا هم في حتت بتاع الكارجو. الفكره دي جت منين؟ لما بيجي يشحنوا بيشحنوا ببوكسات معينه بثمن شحن معين، فكل ما يحطوا بوكس بتاع قطه ما ينفعش، يحطوا بوكس تاني ما ينفعش، في الاخر لما حطوا في البوكس بتاع الكلاب اكبر من ده، اولي ممكن ابقى اروح حاطط البوكس جوه. فقال لي ده اكبر قط، يعني المعلومه جت من هنا عشان برضه حد يسالني المعلومه جت من هنا، قال لي ده اكبر قط شحان في افريقيا، الناس كلها قاعده قالت له البوكس ده، جابوا له بوكس بتاع الكلاب، يعني حتى راجل نفسه بتاع اللي بيبيع الحاويات دي في الشحن، اللي بيطلعها في شحن بيأجرها او بيبيعها، قال انا اول مره ترى الحجم ده القط، المعلومه جت من هنا. وبالفعل القط ضخم جدا 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 وقوي جدا جدا جدا، يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ناس طلبت مني بناء عليه، مع ان الشحن تنزانيا مكلف جدا، شحن تنزانيا يعني انا بايع القط ده انا فاكر ب 12000 جنيه مصري، انت فاهم قصدي؟ في حين ان الشحن 1700 يورو 1700 دولار، انت بتتكلم في شحن اضعاف المبلغ ده. بس هو عشان يجيب نفس القط ده من اوكرانيا لو لقاه صعب جدا تلاقي حد يبيع الحجم ده او اللون ده، صعب. لو لقاه اعتقد مش هيقل عن 2500 يورو بلس شحن برضه نفس القصه يعني. يعني هي الشحن احيانا بيبقى محايد في الحتت دي يعني. طبعا انت زي ما الواحد بيكون بيعمل بودي بيلدينج، انت عكس القطط كلها صاحبها بيبقى عايزها تفضل عمرها صغيره، لا انت اللي بتجيب مين كون عايز الايام تعدي عشان يكبر. فالفراخ دي اساسي، الفراخ والفراخ لما نتكلم على الفراخ، الفراخ من غير دهون من غير شوربه، شوربه الفراخ خطر. دي نمره واحد، لازم تحط عليها بطاطس وجزر لان الالياف دي مفيده جدا بالنسبه لهم. بياخدوا بقى لبن جبنه زي جبنه النستو، لبن رايب، لبن من غير لبن، فيش زي اللبن اصلا حتى يعني، جبنه نستو، زبادي لايت. ممكن ياكلوا كبده على خفيف قوي، سمك على خفيف قوي، في اشاعات كتير جدا على القطط غلط، قطط السمك مش حلو ليه على فكره يعني، على خفيف جدا. اهم حاجه ان انت تديها زيوت مخصصه تحطها على الاكل اللي هي الاوميجات، عشان موضوع الشعر وموضوع المناعه ورافعات مناعه كتير. ياكل بيض مش بطال،
لكن الاساسي بتاع الفراخ المجفف بياكله، بس بياكله كسناكس كده بين الوجبات، يعني مسافر انت مثلا حاجات كده معدته تعبانه فعايز حاجه تجففها له، هي دي الكلام. لكن الوجبه الاساسيه بتاعته هي الفراخ. القطه بتاكل متوسط بتاعها نص كيلو في اليوم فراخ، بخلاف بقيه الحاجه. ده لما تبتدي تكبر في الحجم، هي صغيره بتبتدي مثلا من 150 جرام وهي عندها 45 يوم، 150 المتوسط بتاعها بيبقى حدود تلت جرام، تلت كيلو جرام، اوكي 300 جرام، لحد ما توصل للمرحله الكبيره. ما بتوصل لمرحله زي الابهات الكبيره دي، يفضل نص كيلو بخلاف الاكل التاني. اهم حاجه فيها في اي قطه خاصه دول التنويع، ما تستقرش على اكل واحد. يعني لو اكلتهم طبيخ البيت باستثناء الحاجات المحظوره زي الحلويات وكده، يبقى يفضل القط يبقى ليه كذا طريقه للغذاء مش طريقه واحده.